يمكن مش بس يعني أستاذتنا الأستاذة راوية راشد، لا، في جيل بيسلم جيل، ويمكن هو ده ماسبيرو، أهم ما يميز ماسبيرو. ضيفتنا اللي معانا دلوقتي هي طفلة والدها فنان كبير، هو الفنان الكبير رشوان توفيق، اللي كان من أبرز المشاركين في أوائل لحظات البث بماسبيرو مع نخبة من النجوم، ووصلت طريقها في المبنى العريق علشان تشهد مع جيلها انطلاق أول بث فضائي. معانا الإعلامية الأستاذة هبة رشوان توفيق. صباح الخير يا أستاذة هبة. صباح الخير أحمد، كل سنة والتلفزيون المصري والإذاعة المصرية بكل خير وسعادة، وجيل بيسلم جيل. سعيدة إن أنا بسمع اتنين من الشباب، شباب واعد. حسيت وأنا بسمعكم دلوقتي مع أستاذة راوية راشد فكرتوني ببداياتي انا شخصيا، حاسه اني لسه بدخل المبنى لاول مره. كل سنه وانتم طيبين. حضرتك طيبه، ده شرف لينا. انا دي شهاده كده اعتز بيها، انا اقوم امشي خلاص كده يا استاذه. لا ابدا يا احمد، والله بجد يعني انا فعلا والله انتم النهارده اولا في كذا شعور مع بعض، ان احنا بنحتفل بالمكان العزيز على قلوبنا كلنا. صحيح. يعني زي ما انت ربطت بيني وبين الوالد الفنان القدير رشوان توفيق، لازم تعرفوا ان انا قبل ما يبقى عندي حلم المذيعه واكبر كنت على طول ماشيه وراه. يعني انا بدخل المبنى ده من وانا عندي 5 سنين. عاوزين نعرف الكواليس سنين دي بقى، يعني طفوله حضرتك قضيتيها يعني هنا في عروقه المبنى. هو بالنسبه لي انا بدخله من وانا طفله معاه. يعني بيمثل، بيخرج، يعني وانا في اولى ثانوي كان اخرج مسلسل كبير اسمه النور فوق يثرب، كنت بسهر معاه طول الليل وبيمنتج المسلسل. المبنى ده يا احمد ما بينامش، ما بينامش. صحيح. كله حياة، ودائما يعني بيبدع الجديد والجديد في كل حاجة. التلفزيون المصري لما فتح برامج وفتح دراما كمان، وقدم أجيال من المذيعين والمذيعات والمذيعات والممثلين والممثلات، فيعني هقول كان منارة جميلة جدا جدا بتسعد الملايين. جيلي حبيت أكون مذيعة من اللي سبقوني، حبيت أكون مذيعة من الرواد اللي سبقونا. أقول اسم، ما أقولش اسم، أخشى أن ينسى اسم، لكن جيلنا برضو كان محظوظ. دفعتي أنا والزميلة حياة عبدون وأمنية مكرم ويمنى حسن ودينا كفافي وسحر عباس، هدى الجندي، دفعتنا كانت دفعة حلوة جدا، مصطفى عبد الوهاب. سامحوني يا جماعة لو كنت نسيت اسم من جيل العظماء طبعا الزميلات. كنا دفعة الحقيقة حلوة قوي، لكن كان اللي بيميز دفعتنا ان احنا طلعنا باول فضائيه، شهد طلوع اول فضائيه مصريه. صحيح. عربيه احنا شاركنا فيها لما كنا حتى بنبدا نسجل ونبعت للندن وبعدين بثينا على الهواء. فكنا خارجين في احضان رواد لم يظنوا علينا بالتدريب وبالتعليم. التعليم يعني كانوا بيقولوا لنا ادق التوصيات ان احنا ازاي نطلع في ابهى حتى صوره. ما كانوش بيبخلوا على حد، لا خالص، ده كله حضن بعضه الحقيقه. يعني وده اللي قدر انه يخلق جيل متميز يا فندم. يعني بس في البعض ممكن يعتقد انه مهنه المذيع او المذيعه هي مهنه سهله. انا عارفه ان حضرتك ليكي مواقف كتير جدا يمكن محدش ممكن يكون يعرفها. بيبقى في موقف قبل الهوا، بيبقى موقف صعب، بنطلع على الهوا كأن مفيش حاجه لان احنا عندنا رساله. فاكره اي موقف من المواقف دي؟ طبعا انا عندي كذا موقف، بس يعني عايزه اقول لك حاجه بس قبل ما اقول الموقف. فكريها اقول الموقف. انا بس ليا طلب كنت عملته على الفيسبوك فتره طويله جدا. انا لا اتذكر متى اطلق على هذا المبنى اسم ماسبيرو، ولا اتذكر من اطلقه. انا في 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 قلبي هو التلفزيون المصري، واسمها كانت اتحاد الاذاعه المصري، اتحاد الاذاعه والتلفزيون. فانا كلمه ماسبيرو الحقيقه انا ما انا شاركت فيها، يعني ان سرقت وقلتها. فخلينا دائما نتذكر ونذكر الساده المشاهدين انه التلفزيون هو المصري. المبنى يا فندم زي ما هو مبنى الاذاعه والتلفزيون، ولكن احنا بنقول ماسبيرو بنطلقها على المنطقه نفسها، المنطقه اللي فيها المبنى. جمانه المنطقه فيها اكثر من مكان. طبعا اكيد هي فيها دار المعارف، وفيها في ظهرنا المتحف المصري، وفيها وفيها، لكن نحن التلفزيون المصري لان هذا هو دليل دور هذا المكان، هذا هو الاعلام الرسمي
يعني ولد كذلك يعني. فهو ده لما احنا كنا نيجي ندخله ولا نخرج منه ما اقدرش اقول لك شعور الفخر اللي كان بيملا القلوب. انا ليا موقف اتذكره، كان وقت يوم 28 يناير 2012، كان مرور عام على جمعة الغضب، وتعرضت إلى موقف عشان تعرفي حبي إلى هذا المكان. وكان هذا المكان يتلقى الاتهامات في أمانة تأدية الدور اتجاه الدولة والمواطنين، وأنتوا أكيد تتذكروا. أنا ما أعرفش عمركم كم سنة، من 10 سنين يعني. لا كنا واعيين طبعا، شايفة اتنين صغيرين. كنت موجود معاكم هنا في المبنى. كنا واعيين طبعا. وكان كنا بنعمل برنامج قوي جدا اسمه استوديو 27. البرنامج ده كان مشاهد بدرجه عاديه، وكان بيرصد الاحداث يوم بيوم. وكنت بتالم جدا ان يتهم مذيع الدوله، ها، انه بيطبل وانه. وفعلا في اليوم ده اتعرضت، الله يرحمه استاذ امير فارم، كنت بساله سؤال ما اعرفش هل افهمه ولا ايه، وقال لي في وسط الكلام: اسكتي، انا بعتبرك بتاعه التلفزيون المصري. انا عملت موقف على الهواء ورفضت ان يستمر الحوار، ورديت بكلمه واحده، والحمد لله ان انا ليا الحظ ان انا يكون ليا اللقاء. يمكن حضرتك اختصرتي الموقف ده يا استاذه هبه بما قلتيه قبل الموقف، بفكره ان احنا التلفزيون المصري احنا اعلام الدوله، فشرف لينا اللي احنا نكون اعلام الدوله واحنا بتوع التلفزيون المصري. واحنا طبعا، بس الفكره مش كده، الفكره ان كان في حمله، انت حمله مؤثره، وفي حاجه اسمها قوه الايحاء. وانت مش منوط بيك انك انت كمذيع دوله انك تتحدث عن نفسك، ولكن الواقع حصلت على الهواء. وقلتها في اللحظه دي، قلت له تلفزيون ابن مذيع التلفزيون المصري كده. هو يا فندم، هي مهنة الإعلام في بشكل عام، هي المذيع دوره أنه يكون حيادي، وأنه ينقل كمان هموم الناس ومشاكل الناس، ويعبر عن الناس ولا ينحاز لأي طرف عامة. طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر، الإعلامية هبة رشوان توفيق، وكل سنة وحضرتك طيبة. يعني زي بنتكلم مع حضراتكم مبنى الإذاعة والتلفزيون، زي ما تحدثت الأستاذة هبة رشوان توفيق، أو مبنى ماسبيرو كما يطلق عليه، هو خلينا نقول هو فعلا رمز. صحيح. للاعلام، مش بس الاعلام المصري، للاعلام العربي. زي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم في البدايه، هذا المكان وهذا الصرح بالفعل صدر كم من الكوادر للعالم العربي، ومش بس العالم العربي، في العالم اجمع. يعني حتى الان بيتحدثوا عن مهارتهم وعن مواهبهم وعن قدراتهم في الاعلام. طبعا ده كبرى القنوات يعني اقول ايه العربيه اللي تاسست، هتلاقي الاعمده الرئيسيه فيها اساسهم مصريين. ليه؟ لان هنا الرياده، هنا التلفزيون المصري، هنا كان اول بث فضائي او اول بث تلفزيوني خرج في افريقيا والشرق الاوسط ككل. لكن يمكن انت كنت بتسالي استاذه هبه على فكره المواقف اللي حصلت لها في التلفزيون. فعلا ماسبيرو، هي قالت جمله: ماسبيرو هذا المبنى لا ينام. يمكن انا يعني ليا الشرف ان انا ابن قطاع الاخبار في التلفزيون المصري، ففعلا شفت هنا بنطلق على ماسبيرو هو البيت الكبير، لان في حركه مستمره، في حياه مستمره، في شغل 24 ساعه ما بيقفش، وحاله حال اي قناه فضائيه خلينا نتكلم. بس كان هنا الاساس، واللي اتعلم هنا بتحسي اللي هو يعني هكون منحاز بقى شويه، هو يعني ماده خام تقدري اللي انت تشكليها بعد كده في اي مكان طالما في الموهبه موجوده يعني.